اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تجعل لكل من يمر بضيق فرجا، ولكل مهموم راحة، ولكل حزين سعادة، ولكل داع إجابة، ولكل مريض شفاء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وأنت رب الآخرة والأولى، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلين. يا شديد القوى وأزل عنهم البلاء والأسى والجوى. اللهم إنا نعوذ بك من كل عين حاسدة قاطعة للرزق، ونعوذ بك من ناس لا تخاف من ظلم الآخرين. اللهم إنا نسألك أن تبعدهم عنا وأن تيسر أمورنا لكل ما هو خير لنا. اللهم أبطل أثر عين أصابت رزقا فأمسكت، وأصابت جسدا فأمرضت، وأصابت قلبا فأحزنت. اللهم احفظنا نحن ومن نحب من كل شر، فأنت خير الحافظين. اللهم بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشم بنا عدوا أو حاسدا. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم في يومك هذا المبارك أن ترفع عنا البلاء وأن
أن تحمينا من الوباء، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تجعل لكل من يمر بضيق فرجا، ولكل مهموم راحة، ولكل حزين سعادة، ولكل داع إجابة، ولكل مريض شفاء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وأنت رب الآخرة والأولى، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلين. يا شديد القوى وأزل عنهم البلاء والأسى والجوى. اللهم إنا نعوذ بك من كل عين حاسدة قاطعة للرزق، ونعوذ بك من ناس لا تخاف من ظلم الآخرين. اللهم إنا نسألك أن تبعدهم عنا وأن تيسر أمورنا لكل ما هو خير لنا. اللهم أبطل أثر عين أصابت رزقا فأمسكت، وأصابت جسدا فأمرضت، وأصابت قلبا فأحزنت. اللهم احفظ ما نحن ومن نحب من كل شر، فأنت خير الحافظين. اللهم بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين،